تعالوا هيا نمتعكم بحصتنا من سحر وتهريج ودوما تسلينا قومي كثبت وكوكو والكل يرافقنا تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد الغادو والشاطر يعطينا الحل حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها نور العفو عمو يزيد تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد شكرا 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 احبائي راني فرحان بزاف 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 لاني معكم اليوم وانتم راكم فرحانين راكم فرحانين اذا احبائي عمو يزيد دائما سعيد جدا 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 باستقبالكم هنا وانتم احبائي اللي راكم تشوفوا فينا وحبيتوا تحضروا كما الاصدقاء اللي راهم هنا ما عليكم الا توجهوا الموقع الانترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار شارك في حصتنا بهذه الطريقه إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل ما عليك إلا تروح الإنترنت تكتب عمويزيد.com تضغط على زرار شارك في حصتنا تملأ الاستمارة ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الإلكتروني مرحبا بك إذن أحبائي لما تشاركوا للحضور عليكم بشوية تعصب لأن التسجيلات كثيرة وعمويزيد حب يستضيفكم كامل 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 ويحبكم إذن شوية تعصب أحبائي كما أنتم صبرتوا وعيتنا لكم يا أخي أحبائي برافو 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 احبائي في بدايه كل حصه نستقبل الرسائل شكون اللي يجيب لنا رسائل ساعي البريد اذا استقبلوا معايا ساعي البريد جليل تعال وليدي تعال 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 تحيه مرحبا ياسين مرحبا مرحبا جليل واش راك وليدي لاباس لاباس نطبخ لي اليوم مصباح وانت جبت لنا كاع البريد تاع اصدقاء الاطفال برافو اذا ضعوا في علبه البريد باش عمو يزيد يقراه لكم من بعد تفضل اذا احبائي انتم ثاني الا حبيتوا عمو يزيد يقرا البريد تاعكم هنا ما عليكم الا ترسلونا عبر موقع الانترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار اراء وملاحظات احبائي وعمو يزيد دائما سعيد مع السلامه شكرا عمو شكرا عمو شكرا عمو شكرا ولدي شكرا جليل وشكرا عمو يزيد دائما سعيد بقراءة البريد تاعكم هنا احبائي تحبون الغاز لغز اليوم يقول انا استطيع الكتابة ولكنني لا استطيع القراءة من انا اعيد اللغز استطيع الكتابة ولا استطيع القراءة من انا وانتم كذلك احبائي لكم تشوفوا فينا تقدروا تجاوبوا على اللغز عبر موقع الانترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار جاوب على اللغز احبائي اذا حبيت تجاوب على اللغز ما عليك الا تروح الانترنت تكتب عمويزيد.com تضغط على زرار جاوب على اللغز تملا الاستماره ما تنساش رقمك الهاتفي بريدك الالكتروني والجواب على اللغز حد سعيد اذا اصدقائي فكروا مع أصدقائنا لم يشوفوا فينا في الإجابة عن اللغز أستطيع الكتابة ولا أستطيع القراءة من أنا فكروا لغاية نهاية الحصة وإحنا نروحوا نكتشفوا شخصية جميلة شخصية صادق بالحاج مع وفاء مداس بنتي إذن تحية الوفاء تفضلي تفضلي بنتي تفضلي 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 بنتي تفضلي 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 وفاء مرحبا يا أطفال مرحبا الصادق الحاج هو محمد الصادق الحاج الطاهر بالكسان بالمنصور ولد حوالي 1790 ميلادي في قصر أولاد أيوبي بسكرة هو فارس السيف والقلم قاوم الجهل والاستعمار في واحات وجبال الزيبان رفض إغراءات الجاه والسلطان وتحدى جنرالات فرنسا الذين وجاهم إلى آخر جندي من أتباعه ثورته دامت من 1844 إلى غاية 1859 ميلادي أي 15 سنة من المقاومة كان العقاب الفرنسي ضد الصادق الحاج شديدا حرقوا زاويته وأملاكه وسجنوا أتباعه ونفوا أبناءه أما هو فقد توفي في سجن الحراش يوم 26 يناير 1862 ميلادي أي قبل قرن على استقلال الجزائر رحمه الله وجعله مع الشهداء والصادقين برافو 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 بنتي برافو برافو أحبائي صادق بالحاج حارب فرنسا بالقلم وبالسيف وبالرصاص أحبائي
إذا نترحموا على كامل كامل الشهداء، شهداء المقاومة الشعبية وشهداء الثورة وكامل الشهداء اللي ضحوا بالنفس والنفيس من أجل أن تكون الجزائر حرة مستقلة. أحبائي، هذا أقل شيء أننا نترحموا عليهم، لأنه بفضلهم رانا أحرار مستقلين. أحبائي يا أخي، وعلى بالكم بلي هذه السنة اللي راهي جاية سنة مهمة جدا جدا، راح نحتفلوا بستينية عيد الاستقلال. أحبائي، 1962-2022، 60 سنة راح نحتفلوا بها، شيء جميل. أحبائي، وعمو يزيد راح يوجد لكم مفاجأة كبيرة 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 في هذاك الوقت. أحبائي، راح نغني لكم أغنية جميلة، ولكن قبل الأغنية راح نقول لكم علاش اخترت هذه الأغنية في اليوم بالذات. يوم 21 سبتمبر هو اليوم العالمي للسلام. منذ 2001 الأمم المتحدة داروا هذا اليوم، دونوه كيوم عالمي للسلام. أحبائي، احنا بطبيعتنا نحبوا السلام في العالم، ما نحبوش الحروب، ما نحبوش التشرد، ما نحبوش اللجوء، اللاجئين، الناس اللي عندهم الدمار. احنا ماذا بينا العالم كله يكون يعيش بالسلام. أحبائي يا أخي، راح ندير لكم مفاجأة لهذه. يوم 23 سبتمبر هو اليوم العالمي للصم. أحبائي، الناس اللي ما تسمعش، الصم لذا نضمنوا معهم أحبائي، لأن الإنسان الأصم أو حياته غير عادية، أقل شيء أننا نضمنوا معهم ونحاولوا كيفاش نسهلوا لهم حياتهم. يا أخي، بما أننا في هذه الفترة هذه يوم 21 سبتمبر واليوم العالمي للسلام، أحبائي لا جورني انترناسيونال دو لا بي، عمو يزيد لكم أغنية جميلة جميلة جميلة، أغنية السلام، نقول فيها مثل الحمام واليمام معا نغني للسلام. أحبائي، تغنوها معايا؟ يلا تغنوها معايا. مثل الحمام واليمام معا نغني للسلام، مثل الزهور والطير نهدي للناس السرور، مثل الحمام واليمام معا نغني للسلام، مثل الزهور والطير نهدي للناس السرور. لا 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 لا. في حينا نلتقي نحن الصغار ونجوب، ديار الصحبة نبتغي بكل فخر وثوب، في حينا نلتقي نحن الصغار ونجوب، ديار الصحبة نبتغي بكل فخر وثبوت، مثل الحمام واليمام معا نغني للسلام، مثل الزهور والطير نهدي للناس السرور. لا 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 لا. هذه يا ذي يا صحباتي لنجتمع في أمان، بدون عنف أحباتي بدون سخط لا نفور، هذه يا ذي يا صحباتي لنجتمع في أمان، بدون عنف أحباتي بدون سخط لا نفور، مثل الحمام واليمام معا نغني للسلام، مثل الزهور والطير نهدي للناس السرور. لا 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 كلنا نبتغي عالم بلا حروب، بلا مآسي لا دموع محبة بين الشعوب، كلنا نبتغي عالم بلا حروب، بلا مآسي لا دموع محبة بين الشعوب، مثل الحمام واليمام معا نغني للسلام، مثل الزهور والطير نهدي للناس السرور. لا 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 لا. أحلامنا بريئة غايتنا صديقة، لا نعرف عداوات لا نعرف معنى الغرور، أحلامنا بريئة غايتنا صديقة، لا نعرف عداوات لا نعرف معنى الغرور، مثل الحمام واليمام معا نغني للسلام، مثل الزهور والطيور نهدي للناس السرور. برافو 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 أحبائي. كلنا نبتغي عالم بلا حروب بلا دموع. أحبائي، احنا ماذا بنا كاع الأطفال كاع الناس تعيش بالسلام،
مثل الحمام واليمام معا نغني للسلام. يا أخي أحبائي، مثل الطيور والزهور نهدي للناس السرور. أحبائي الإنسان لازم يزرع السرور، لازم يزرع البهجة أحبائي. يا أخي إذن لازم السلام. تحبوا ألعاب الخفة؟ نروح دركا مع عمو جوجو اللي جانا من مدينة واتسوف بألعاب الخفة. إذن تفضل تفضل عمو جوجو، تفضل تصفيق عليه. إذن تحية تحية، تفضل تفضل عمو جوجو، تفضل تفضل. Thank you.
برافو برافو. عجبكم عمو جوجو؟ هايلة على بالخفة. إذا دائما نستقبلوا لاعب خفة من ربوع الوطن. عمو جوجو جانا من مدينة واتسوف، في كل مرة راح نعرفكم على لاعب خفة من ولاية من الجزائر اللي نعتزوا كاع بالطاقات نتاعنا وكامل نحبوهم وماذا بينا يجوا يزورونا كامل. أحبائي نروحوا دركا في فقرة هل تعلم، نكتشفوا معلومة مع دعاء العلالي. تفضلي دعاء بنتي، تفضلي تفضلي تفضلي. مرحبا يا أطفال. مرحبا. هل تعلم أن عدد البكتيريا في الأذن قد يزيد بمقدار 700 مرة إذا تم ارتداء السماعات لمدة ساعة كاملة؟ برافو 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 برافو. إذا شكرا شكرا بنتي دعاء. دعاء عرفتنا على معلومة مهمة جدا جدا جدا. أحبائي على بالكم اللي في أذن الإنسان كاين بكتيريا، ولكن هذه البكتيريا لما نرتدي السماعات، هذوك السماعات الزيكوتور، لمدة ساعة كاملة حتى تضاعف هذه البكتيريا هذه. إذن ماذا بينا نبتعدوا عن السماعات، ما نديروهمش بزاف، ما نديروهمش بزاف، نسمعوا هكذا أحسن من السماعات لأنه يتضاعف عدد البكتيريا في الأذن. أحبائي واش رأيكم أحبائي؟ أنا كاين فقرة نحبها بزاف بزاف بزاف، هي فقرة الحكايات. تحبوا الحكايات؟ نروحوا دركا نحكي لكم حكاية الرجل الطيب. أحبائي يلا معي. إذن أحبائي كما وعدتكم راح نحكي لكم حكاية جميلة جميلة، هي حكاية الرجل الطيب. واحد النهار كان واحد الرجل خرج من القرية تاعو وراح، كان مسافر لواحد القرية واحد أخرى. يمشي 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 في الطريق، من بعد سمع واحد سمع الحس هكذا، سمع الصوت أصوات، قرب هكذا ساب واحد البير، ساب واحد البير طلع هكذا ساب ناس وحيوانات عالقين في هذاك البير حاصلين، ما على بالوش كيفاش طاحوا تما. ساب النمر، قرد، ثعبان، واحد الراجل انسان هكذا عالقين في هذاك البير. بعد كي طلع هكذا قالوا سلكنا سلكنا سلكنا. بعد قاعد يشوف هو خاف، قال للنمر، قالوا انا ما نقدرش نسلكك، انا تخرج من بعد تاكلني، ما نقدرش نخاف. قالوا لا لا، قالوا كيفاش رايح، انا نعض اليد اللي تساعدني. قالوا لا لا والله ما تخافش، غير سلكني. كما كان الحال خرج هذاك النمر كان خايف هكذا، بصح النمر قالوا ما تخافش، قالوا شوف، قالوا انا نسكن في هذيك المغاره لهيك، قالوا الا احتاجت اي حاجه روح لعندي. وراح النمر هذاك. ومن بعد القرد، من بعد سلك القرد. كي سلك القرد، القرد قالوا شوف راك تشوف هذيك الشجره الكبيره اللي لهيك، قالوا انا نسكن تما، قالوا اذا جعت ولا اروح نعطي لك ثمار طازجه، هذيك ثمار طايبه باش تاكل. خلاه راح. ومن بعد الثعبان قالوا سلكني سلكني، قالوا لا لا، قالوا نسلكك من بعد تلسعني تقرصني ونموت. قالوا لا لا، قالوا ما تخافش، قالوا الا سلكتني ما تخافش. كيما كان الحال سلكوا وخرجوا. هذاك الثعبان قال له راك تسيبني في هذيك الغابه الا احتجت اي حاجه. قالوا بصح بالك من الانسان هذا اللي هنا، وكان تسلكوا راح يجوك المشاكل. احتار هو، قال كيفاش الحيوانات كامل خرجتها ما كانش عندي مشاكل، دوك الانسان. وهذاك الانسان اللي كان تما قال له سلكني سلكني، سلكوا خرج هذاك الانسان. اه فرح هذاك، قال له شوف، قال له انا بائع مجوهرات في هذيك المدينه، قال له الا احتجت اي حاجه روح لعندي. خلاص راح قعد يمشي 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 باش هو كان يحوس على خدمه باش يجيب قوت يومه. ما صابش كاع الخدمه، وين يروح ما كانش، وين يروح وين يروح وين يروح. واحد النهار تفكر، قال انا كاين ناس درت فيهم خير، نروح لعندهم بالك يرجعوا لي الخير ديالي. رجع راح مباشره عند القرد، كان عطشان وجوعان، قعد تحت شجره، شافوا القرد قالوا غير قعد هنايا دوك انا نعطيك الثمار الطازجه دوك تاكل حتى تشبع. جاب له الثمار وكامل كلا. ومن بعد قال انا يا بصح دوكا لازمني قوت اليوم. راح عند النمر، راح عند القرد هذا قال له وري لي النمر هذا وين يسكن. راح عند النمر، النمر شفع عليه قال له واش بيك وكامل، قال له انا وراني نحوس على عمل وباش نوكل ولادي ما قدرتش وكامل. قال له شوف عندي قلاده، ميدايون قلاده صبتها طايحه في الغابه،
هاك روح ديها روح بيعها واستفاد من دراهمها. تفكر باللي عنده صاحبه بائع مجوهرات، هذاك اللي سلكه من البير، راح لعنده ادخل عنده قال له شفع عليه، قال له واش راك لاباس، قال له بخير، قال له هاي لك عندي قلاده حبيت نبيعها. قال له خلاص خلاص خليها لي، قال له ارتاح هنا دوك نرجع. واش يدير هذاك الانسان هذاك بائع مجوهرات؟ هو اللي خدم هذيك القلاده للامير، والامير هذاك طيحها كي راح يصيد في الغابه. واش يدير هو بلا ما قال هذاك الشيخ وين صبتها ولا، راح مباشره للقصر الملك قال له شوف شوف، قال له السيد اللي هذه القلاده اللي خدمتها لكم انايا او جابها لي واحد حب يبيعها. الملك قال له مال هذا سارق، بعث الجنود راحوا جابوه داروه في الحبس. ما فهم والو هذاك الشيخ، قال بصح انا ما درت والو، رماوه في الحبس. كيما هو في الحبس مشات القصة تاعو بين الحيوانات والإنس وكامل كاع الناس على بالهم. كي كان في الزنزانة في الحبس، جاء هذاك الثعبان اللي سلكو طلع عليه من الطاقة هكذا، قال له راني سمعت بالقصة تاعك من أصدقائي الحيوانات، قال له شوف عندي حل باش نخرجك، قال له هاك هذه العشبة هذه، عطى له العشبة، قال له هذه تشفي من لسعة الثعبان، قال له وأنا راح نتسلل ونلسع الملكة، راح الملكة راح تفقد الوعي تاعها. هاولك صديقي، قالوا راح تفقد الوعي تاعها وانت لما تعطيها هذه العشبه هذه راح تسلكها ويخرجك من السجن. كيما كان الحال حكم هذيك العشبه، التعبان هذاك راح في الليل لسع الملكه فقدت الوعي، ومن بعد الملك قال لهم انا اللي داوي الملكه نعطي له واش يحب. هذاك السجين قالوا الحراس قالوا لازم نشوف الملك، انا عندي الدواء الملكه وكامل الدواء عند الملك. قالوا واش بيك؟ قالوا شكون انت؟ قالوا انا عندي الدواء الملكه. عطى له الدواء هذاك، كي داروه الملكه سخنوه في الماء وكامل شرباته برات. قالوا شكون انت؟ قالوا علاش راك في السجن؟ قالوا احكي له الحكايه من الاول. قالوا ها كيفاش كيف؟ قالوا الانسان اللي جا قال لك باللي انا اللي سرقت هذيك القلاده الميدايون ما تحققش من الخبر. زعف الملك لانه هذا ظلم، هذاك اللي بلغ عليه هذاك باع مجوهرات قال لهم ديروه في السجن. قال لهم هذا الانسان دروك تخرجوه وداروا قاضي معاه لانه عرفوا بلي الشيخ طيب وعادل. ومن بعد انتشر هذاك الشيخ بالعدل تاعو وقعد عايش تما، جاب ولاده وعاش في هذيك المدينه. عمو يزيد عمو يزيد، نستخلص من القصه تاع اليوم انه من يفعل الخير ويساعد الناس فان الله سيكافئه اضعافا. برافو 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 برافو. اذا احبائي ناس بكري يقولوا دير الخير وانساه، شوفوا هذاك الشيخ كيفاش دار الخير في هذوك الناس ومن بعد شفوا على الخير. يا اخي احبائي يلا معايا. اذا احبائي كما شفنا في الحكايه، الانسان اللي يدير الخير دائما ربي ما يخليهش، دائما لازم نديروا الخير يا اخي احبائي، باش هكذاك ربي يبارك لنا في ولادنا، باش ربي يبارك لنا في ولادنا ويبارك لنا في حياتنا كذلك. واش رايكم احبائي؟ انا كاين واحد الفقره جميله جميله هي تعرف على مدينتي، راح نكتشفوا اليوم مدينه جيجل مع دنيا العلالي. تفضلي بنتي دنيا، تفضلي 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 بنتي. مرحبا يا اطفال. مرحبا. مدينة جيجل أو إيجيجلي اختلفت أصوله تسميتها، تقع في الشرق الجزائري، يحدها من الشمال البحر الأبيض المتوسط، ومن الجنوب ولايتي ميلا وسطيف، ومن الشرق سكيكدا وقسنطينة، ومن الغرب ولاية بجاية. تقدر مساحتها ب 2577 كيلومتر مربع، ويبلغ عدد سكانها بما يزيد عن 636,948 نسمة، وتضم 11 دائرة و28 بلدية، تحتوي على ثروات طبيعية هامة ونشاط اقتصادي زاهر. توجد بها عدة معالم أثرية نذكر منها الكهوف والمغارات العجيبة ومنارة جيجل، بالإضافة إلى شواطئها الخلابة مثل كورنيش المنظر الطبيعي وكذلك الحظيرة الوطنية. برافو 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 أحبائي. مدينة جيجل والسواحل الساحرة أحبائي، جميلة جدا جدا، زيامة منصورية
جميلة جميلة جدا ولاية جيجل أحبائي. زرتوها يا أخي؟ لازم تزوروها لما زرتوهاش. جميلة، وتحياتنا لكل سكان ولاية جيجل ومدينة جيجل والسواحل الجميلة، نزورهم إن شاء الله. أحبائي، شكون اللي عنده نكتة جميلة في فقرة اضحك معنا؟ كل عنده نكتة، تعال ولدي، عندك نكتة جميلة؟ إيه، تعال هروة، يلا يلا يلا، تعال، أقعد ولدي، واسمك ولدي؟ مالك. مالك، وين تسكن مالك؟ في ليفرجي. في ليفرجي، يعني بالخدم في العاصمة؟ نعم. الله يبارك، الله يبارك، حكينا نكتة تاعك ولدي. كان واحد الراجل فرطاس، دخل للصادوبة، زلق، زاد زلق على راسه. زلق على جدو على راسه. برافو برافو برافو، تفضل 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 تفضل. شكون اللي عنده نكته جميله يجي يحكيها لعمو يزيد؟ شكون عندك؟ تعالي بنتي، اروح اروح، اقعدي. واسمك بنتي؟ هناء. هناء، وين تسكني هناء؟ في ولايه بليده. في بليده، ما جبتيش ورده، مدينه الورود. شحال في عمرك بنتي؟ 8 سنوات. 8 سنوات، تحكي لي نكته تاعك بنتي. واحد النهار واحد المراه قالت لوليدها اشري لي مقله، راه عند الحانوت قالوا اعطي لي سقله. هو عم بالو سقله مقله تبهله. من بعديك قالوا سقله، سقله زي ضربوا سقله، قالوا ايه تفكرت مقله، ضربوا بسقله. حتى كي ضربوا باش عارف بلي مقله مش سقله. برافو 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 احبائي، الحقنا دركا لفقرة رسائلكم. إذا عمو شيشو، جبنا رسائل أصدقائنا الأطفال باش عمو يزيد يقراهم، وأنتم أحبائي لحبيتوا عمو يزيد يقرأ رسائلكم في البرنامج، ما عليكم إلا تكتبوا لنا عبر موقع الإنترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار آراء وملاحظات. برافو، تحية تحية لعمو شيشو، شكرا 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 شكرا. إذا الرسالة الأولى لعمري ياسمين، 6 سنوات، من عين بنيان ولاية الجزائر العاصمة. اسمي ياسمين، عمري 6 سنوات، أحب عمو يزيد وأتمنى الحضور في الحصة. إذا ياسمين بنتي لعمري، حنا عيطوا لك حتما، وحنا تاني نتشرفوا بحضورك للحصة. الرسالة الموالية، شرايطية ماريا، 9 سنوات، من الجزائر العاصمة كذلك. قدكم السلام عليكم عمو يزيد، أنا أحبك كثيرا وأريد أن ألتقي بك في حصتك ومرحبا. إذا الشريطية ماريا، عيطوا لك بنتي وتجي تحطي معنا، وإحنا نكون سعداء باستقبالك بنتي. كريم ريتاج، 4 سنوات، مدينة الأخضرية باليسترو البويرة، ولاية البويرة. إذا تحياتنا. قالت لك أحب أن أحتفل بعيد ميلادي. إذا ريتاج كريم الخضرية بنتي راسلينا، وحتما تقدري تحتفلي بعيد ميلادك في حصة مع عمو يزيد. رحاب زعير، زعير رحاب، 13 سنة، مدينة التمالوس ولاية سكيكدا. قالت لك عمو يزيد أنا أحبك كثيرا. إذا زعير رحاب بنتي عمو يزيد تاني يحبك 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 بزاف، مدينة التمالوس ولاية سكيكدا، تحياتنا. الرسالة الموالية، عطاوة ميرال، 8 سنوات، مدينة قلمة. يا سلام على مدينة قلمة الجميلة. قلت لكم أعجبت بالحصة وأريد الالتقاء بعمو يزيد. إذا بنتي ميرال عطاوة، عمو يزيد تاني يحبك بزاف، وتحياتنا لكل سكان ولاية قلمة. أحبائي، أنا نحط صديقي هنا. أيوة، الحقنا دركا لفقط الجواب عن اللغز. إذن أحبائي، فكرتوا في اللغز؟ اللغز قال أستطيع الكتابة ولكني لا أستطيع القراءة، يا ترى من أكون؟ من أكون يا ترى؟ تعال ولدي أروح، تعال 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 أروح ولدي. واسمك؟ مالك. مالك، عاود تقولهم وين تسكن مالك؟ في ليفرجي. في ليفرجي، واش مسالة تدرس مالك؟
سنة الثانية. شحال جبت معدل؟ 10. 10 على 10؟ واو تفيق عليه تفيق عليه. 10 على 10 الله يبارك، شاطر 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 بلادي. إذن أستطيع الكتابة ولا أستطيع القراءة؟ من أنا؟ قلم. القلم أحبائي، برافو 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 وليدي. أعطيه الهدية تاعه، أعطيه الهدية تاعه. برافو 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 برافو. إذن وليدي عمو يزيد يعطيك هذه الهدية، هذه إن شاء الله تستفاد بها. شكرا. العفو العفو وليدي، تفضل 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 تفضل. أحبائي في كل حصة نستضيف طفل ولا طفلة يحتفل بعيد ميلاده معنا هنا. اليوم عندنا عيد ميلاد ذكرى، تعالي بنتي تعالي تعالي ذكرى، اروحي اروحي ذكرى. تعالي بنتي ذكرى، تعالي 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 بنتي، اروحي اروحي قدامي. واحنا قبل ما نحتفلوا مع ذكرى راح نشوفوا الرسم اللي درته لنا بشرى. تعالي بنتي تعالي ورينا الرسم اللي درته لنا. في رسم اليوم، يلا رسم اليوم مع بشرى، وريه لنا ذاك الرسم الجميل. يلا بنتي وري لي، وري حكمي الميكرو تكلمي معاهم. اوه جميل 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 جدا، هضرينا على الرسم هذا بنتي. الحمامة هي اللي تمثل السلام، والسلام حيكون عالمي. تما قررت ندير العالم هو الحمامة باه نمثلوا سلام دولي والعالمي يوم 21 سبتمبر. برافو برافو برافو، جميل 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 جدا جدا جدا، برافو بنتي برافو. اذا ديريها في منزل عمو يزيد. اذا احبائي بعد ما شفنا الرسم تاع بشرى الجميل تاع اليوم العالمي للسلام، وحنا ماذا بينا العالم كله كله يكون بلا حروب بلا اي مآسي احبائي، بلا دموع، يكون دائما عالم سالم يعيش بسلام احبائي. اذا كما قلت لكم راح نحتفلوا مع ذكرى بعيد ميلادها، اصدقائنا راح يجيبوا لنا الكاتو ديالها وحنا نغنوا لها عيد ميلادك احلى عيد. يلا بنتي. عيد ميلادك أحلى عيد، ربي كتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد، الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد. سعادة وهنا إن شاء الله يا ربي لمئة سنة وتعيش أيامها أفراح، إن شاء الله يا ربي لمئة سنة وتعيش أيامها أفراح. يا بنين ويا بنات يلا نطير بالونا، نسهى نمرح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات، نسهى نمرح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات. هذه الحلوى لك جبناها وشموعك فيها زرعناها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها. بابا وماما يدعولو واصحابو يبركولو، وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو، وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة يا جميل. برافو برافو برافو. إذا بنتي ذكرى عمو يزيد يشعل لك الشمعة وحنا نديروا العد التنازلي لذكرى. إذن 8 7 6
ربعة ثلاثة دول واحد. طفي ناس سمعة. طفي 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 طفي. برافو 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 برافو. إذا ذكرى بنتي يعطيني الشهادة تاعها. إذا ذكرى بنتي عمو يزيد يعطيك شهادة إنجاح تصوير حصة مع عمو يزيد باسمك. أوه شابة. وانتم أحبائي كل واحد فيكم راح يتلقى شهادة هكذا باسمه يحتفظ بها كذكرى يعلقها في الدار باش تفكروا من بعد كي تكبروا تقولوا لأولادكم احنا رحنا الحصة مع عمو يزيد. يا أخي أحبائي فوالا هاكي بنتي. وهذه هدية راعي برنامج مع عمو يزيد رامي يعطيك هذه الهدية الجميلة 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 إن شاء الله تستفادي بها بنتي. هاي ليك. وأنا ما بقى لي إلا نقول لكم بقوا على خير. سنونا في الأسبوع المقبل نفس التوقيت. أحبائي نحبكم. سلام. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. باش نشارك في حصة عم يزيد سجلت أنا في هذا الموقع اسمي العروسي فيزا آمل وحبيت نسجل في الحصة تاع عمو يزيد فسجلت في السيت تاع عمو يزيد ولما سجلت خرج اسمي مع الآخر وفرحت بزاف لأنه خرج اسمي وجيت للحصة. والحاجة اللي تعجبني بزاف في الحصة هي قسم اللغز والعبرة من الحكاية والأغنية فيها. الحصة تاع عمو يزيد أعجبني فيها حصة تاع اللغز والقصص أنا عمو يزيد. لما وجدت اسمي حسن عمو يزيد فرحت جدا. تعجبني حصة عمو يزيد السحر والألغاز. بعد التقينا مكالمة عندنا صافي حتى أيام من أربع أيام التقينا مكالمة اليوم هذا إن شاء الله أنا هنايا. يكون عمو يزيد ما ماما ديري لي عمو يزيد ديري لي عمو يزيد ويفرح بها ويتعجبوا يقول لك غنروح تاع غنروح. وانا ما كنتش على بالي حتى البنات توعيهم ويداروا يتصلوا بالحصه يعني لهم حققوا الحلم ديالهم. والله غير حلمنا الحلم تاعو تحقق. واش تقول ماما واش تقول ماما واش الحلم تاع ماما شوف شوف ماما تقول ماما بابا كي جابك حصه تاع عمو يزيد ماذا تقول؟ أحبكما أبي وأمي هذا أفضل يوم في حياتي. أنا وليت عند فلان هذه الحصة بزاف يحبوها واليوم الحمد لله حصل لهم الشرف يعني وين شافوا عمهم يزيد وحضروا معه الحصة وكان شرف لينا وللولاية كامل والأطفال. ويعطيكم الصح على هذه الحصة ونشكروا عمو يزيد على الحصة وعلى الأولاد هذو اللي فرحهم. السلام عليكم معكم الماجيسيان عمو جوجو من ولاية واتسوب. كما تواصلت معهم على الصفحة تاعهم عبر فيسبوك الحمد لله كان تجاوب سما ديريكت تجاوب معايا وروحوا لدولي وجيت لهنا وكل وحقيقة هذه الحصة زادت لي بزاف سما في المشوار تاعي الفني اهتمام مع الأولاد وكاع شغل هذا عمو جوجو اللي رانا نشوف فيه مع عمو يزيد ايتو الحمد لله ربي وبارك الله فيكم ان شاء الله. تم تسجيل ابنائي منذ فتره البنت هذه اللي سجلت وعيطونا في الشهر هذا الماضي هي واتصلنا بالحصه ورانا نحن منفعلين بزاف مع عمو يزيد وحصل لهم الشرف انهم اليوم حضروا الحصه هذه ونتمنوا المزيد. فايده من الالعاب الخفيفه هي تنميه القدرات التركيزيه لدى الاطفال يخليهم يكونسونطرو هي حاجه مليحه على الاقل الطفل يزيد في النمو الفكري تاعه. لا تحزنوا حن الوداع يا اصدقاء كل الايادي في ارتفاع الى اللقاء. لا ننساكم لا تنسونا احببناكم احببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم لا تنسونا احببناكم احببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع